بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إن شاء الله في الفيديو ده نشوف السودو كود بتاع الـ EDF Scheduler. تمام، السودو كود ده ممكن يتحول لأي لغة برمجة تانية بتعديلات بسيطة جدا إن شاء الله. في الأول نبدأ نفهم الألجوريزم في نص دقيقة كده. الألجوريزم عبارة عن Preemptive Periodic Algorithm. Preemptive بمعنى إن هو بيدخل في التاسك مش لازم يخلصها، بيدخل في التاسك ينفذ جزء، بعدين يروح للتاسك التانية ينفذ جزء تانية، ويروح للتاسك التالتة ينفذ جزء تالتة، وهكذا بينفذ أجزاء من التاسكات لغاية ما يخلصه. بريودك بمعنى إن في كل بيريود محددة هو لازم ينفذ جزء من التاسك محدد. يعني مثلا المثال ده بيديني 3 بروسيسز، المثال ده على ويكيبيديا. تمام، بيديني 3 بروسيسز. البروسيس الأولى مثلا البيريود بتاعتها 8 والإكسكيوشن تايم بتاعها 1، بمعنى إن كل 8 سايكلز لازم البروسيسور ينفذ البروسيس الاولى دي لمده سايكل واحده. بالنسبه للبروسيس الثانيه كل 5 سايكلز لازم ينفذها 2 سايكلز، وبالنسبه للبروسيس الثالثه كل 10 سايكلز لازم ينفذ البروسيس الثالثه 4 سايكلز، وهكذا بيريوديكالي. تمام، في مفهوم ثالث اسمه الديدلاين. تمام، الديدلاين معناه الميعاد اللي انا لازم اكون نفذت في التاسك، وده بيتغير. بمعنى ان في البدايه بيبقى الديدلاين هو البيريود، بمعنى ان انا لما اوصل ل 8 سايكلز لازم اكون نفذتها 1، فده الديدلاين بتاعي. لما اوصل للسايكل الخامسه لازم اكون نفذت البروسيس 2 لمده 2 سايكلز، لما اوصل ل 10 لازم اكون نفذت البروسيس الثالثه 4 مرات. تمام، وبالتالي الديدلاين ده بيتغير. لو نفذتها بالنسبه للبروسيس الاولى نفذتها مره، تمام خلاص الديدلاين ابديت يبقى 16 ضعف دي. تمام، بمعنى ان لغايه 16 لازم انا انفذها مره تانية. تمام، هنا كده انا نفذت البروسيس الثانيه لمده 2 سايكلز، بقى ابديت الديدلاين يبقى 10. تمام، بحيث ان لغايه 10 اكون نفذتها للمره الثانيه لمده 2 سايكلز، وهكذا. تمام، فلو شفنا الثلاثه بروسيسز دول ازاي بيعمل لهم سكيدجولينج، هتلاقيه هو ايرليست ديدلاين. تمام، من اسمه فبياخد البروسيس اللي الديدلاين بتاعها قريب، فالديدلاين هنا كده اقرب ديدلاين هو 5. تمام، فهتلاقيه يبدا بالبروسيس الثانيه، تمام، ينفذها الاكسكيوشن تايم بتاعها 2، بعد كده الديدلاين بتاع الثالثه دي 10، والديدلاين بتاع الاولى دي 8، فبياخد الاولى، تمام، ينفذها برضو الاكسكيوشن تايم بتاعها 1، بعدين ياخد الثالثه. تمام، بعدين الديدلاين بقى في المرحله الثانيه بقى الديدلاين هنا كده بقى 10، هنا كده 20، هنا كده بقى 16، فاقرب ديدلاين 10 اللي هو بتاع بروسيس 2، فهتلاقيه ياخد بروسيس 2. تمام، وهكذا شغال على كده دايما. تمام، نشوف السودو كود. تمام، اول حاجه هيجي لنا اري، تمام، فيها البروسيسز. تمام، دي اللي هنعمل لها سكادجولينج. كل بروسيس انا بتوقع يجي لي فيها الاكسكيوشن تايم بتاعها والبيريود، تمام، ودول اللي مديهم لي في الاكزامبل. تمام، بعد كده الديدلاين ده بحطه انا، فالديدلاين بدايه بيبقى بيساوي البيريود، بعد كده لما بعمل لها سكادجولينج مره بابديت الديدلاين ده، وهكذا. البيريود ستارت ده هو الوقت اللي انا هبدا فيه المره الجايه تنفيذ. بمعنى هنا كده بالنسبة للبروسيس 2 دي انا نفذتها اهي، تمام، نفذتها مرتين، فالبيريود ستارت بتاعي بعد كده هيبقى 5، بمعنى ان انا لما يعدي 5 لازم ابدا تنفيذ. لكن لو البروسيسور كان فاضي في الوقت ده مش هنفذها تانية، لان انا في الفترة دي اللي هي البيريود بتاعتها انا نفذتها مرة خلاص. تمام، فالبيريود ستارت هو المكان اللي هبدا منه تنفيذ المرة الجاية. تمام، وده هنشوف هيفيدنا قدام ازاي. تمام، فاول حاجه انا بتوقع ان يجي لي الاري فيها بروسيسز، وكل بروسيس فيها ال4 اتريبيوتس دول: اكسكيوشن تايم، بيريود، ديدلاين، بيريود ستارت. تمام، بعد كده اول خطوه ان انا بديكلير اري، تمام، وهسميها مثلا تايم دايجرام. تمام، والسايز بتاعها ده هيبقى كونستانت، سميه زي ما تسميه. تمام، السايز بتاع التايم دايجرام ده هيكون هو الهوريزونتال اكسس اللي هو هنا كده مثلا 28، ده التايم افيلابل للبروسيسور اللي هيعمل فيه سكادجولينج. تمام، طيب الاري دي هنحط فيها ايه اللي هي التايم دايجرام دي؟ الاوتبوت بتاع الالجوريزم بتاعي، بمعنى ان كل ايتم من هنا كده،
تمام. الفاليو بتاعته هي البروسيس اللي هتشتغل في الوقت ده، تمام. يعني بالنسبة للمثال ده، تمام، هيبقى عندي ادريس مع تايم ديجرام من 29 عنصر، تمام، من 0 لغاية 28. المكان الاول هيبقى فيه رقم بيوضح انهي بروسيس شغالة في السايكل دي، فهنا كده هيبقى فيها رقم 2، بمعنى ان بروسيس 2 شغال، تمام، وده هيكون الاوتبوت بتاع الالجوريزم، تمام. بعد كده بعرف كاونتر بسميه مثلا تايم كلوك، ده بيوضح انا واقف في انهي كلوك في عملية السكادجولينج، تمام. وببدأ السكادجولينج بان انا الوب، تمام، لغاية ما التايم كلوك كده يعدي التايم ديجرام لينث، تمام، اللي هو اللينث بتاع الهوريزونتال اكسس بتاع اللي هو التايم الافيلابل اللي انا بعمل فيه سكادجولينج، تمام. فهنا كده هبدأ انا اعدي على البروسيسز كلها، تمام، في الفور لوب دي، واشوف مين فيهم البروسيس اللي انا المفروض اعمل لها سكادجولينج دلوقتي. جميل، انا هنا بعدي على البروسيسز من صفر لغايه بروسيسز دوت لينث ناقص واحد، اللي هي البروسيسز كلها اللي عندي، تمام. وفي داله اسمها شو سكادجول، دي بتسال هل انا المفروض اسكادجول البروسيس دي. انا ببعت لها الاندكس بتاع البروسيس دي في البروسيسز اري، تمام، والتايم كلوك اللي انا واقف عنده، تمام. دي بترجع لي ترو او فولس، بتنديكيت ان انت لازم تعمل تسكادجول البروسيس دي دلوقتي ولا تسكادجول بروسيس غيرها، تمام. فدي هنشوف الامبلمنتيشن بتاعها شويه كده. لو رجعت ترو فانا هدخل جوه الذين بارت دوت، فهبدا ابديت التايم دياجرام بتاعي. هابديته ازاي؟ في اول مره مثلا انا هسكادجول بروسيس 2، فخلاص هحط في الاندكس الصفر واندكس واحد هحط فيه رقم 2، وده بيانديكيت ان انا في الوقت صفر وواحد بنفذ البروسيس الثانيه، تمام. فدي اللي هتعمله الابديت تايم دياجرام، تمام، فانكشن وهنشوفها برضو، تمام. بعد كده في ابديت بروسيس، ودي بابديت الديدلاين بتاعي والبيريود ستارت. انا هنا كده مثلا عملت سكادجولنج للبروسيس 2، تمام، فعايز ازود اخلي الديدلاين من 5 اخليه 10، لان انا خلاص عملت لها سكادجولنج في اول بيريود. والبيريود ستارت بعد ما كانت 5، انا كنت ببدا من 5 المره الجايه، لا، البيريود ستارت كانت 0، قصدي اول مره كانت 0، تمام، فهبدا ابديتها اخليها 5، تمام. في ده الاثنين التغييرين اللي انا بعملهم في ابديت بروسيس، بزود الديدلاين والبيريود ستارت، تمام. وبعد كده التايم كلوك بزوده، تمام، بالاكسكيوشن تايم بتاع التاسك او البروسيس اللي انا عملت لها سكادجولينج، تمام. وبعد كده بكونتينيو. لاحظ ان كونتينيو دي لازم تكون تابعة الوايل دي، لان انت جوه انر فور لوب اهي، تمام. فالكونتينيو دي انا كاتب ان هي تابع الوايل لوب دي، تمام. دي بتتنفذ باكتر من طريقه حسب لغه البرمجه، يعني في لغات برمجه بتحط ليبل هنا كده عند الوايل دي، تمام، وتقول له كونتينيو وتدي له اسم الليبل هنا كده، تمام. فده السكادجولر بتاعنا. نشوف الثلاثه فانكشنز دول، اسهلهم الابديت بروسيس، بابديت الديدلاين بس، بزوده عن الديدلاين القديم بمعدل البيريود، تمام. والبيريود ستارت نفس الكلام، بزوده بمعدل البيريود، تمام. دي ابديت بروسيس. بعد كده ابديت تايم دياجرام، تمام. انا هنا كده ببعت لك الاندكس بتاع البروسيس اللي احنا هنعمل لها سكادجولينج، اللي هي خلاص هنا كده في شو سكادجول دي رجعت لي ترو، تمام، فببعت له الاي بتاعها، تمام. وببعت لك البروسيس نفسها، تمام، عشان تاخد منها الاكسكيوشن تايم بتاعها. وبعد كده ببعت لك التايم كلوك اللي انت واقف فيه والتايم دياجرام اللي انت هتعدل فيه، تايم دياجرام دي ادري، تمام. فهنا كده انا هنا كده عايز مثلا احط حسب الاكسكيوشن تايم بتاعها، تمام، ولكن اخلي بالي ان انا ما عديش التايم دياجرام لينس، تمام. بمعنى ان انا هنا كده سي مثلا ان انا جيت هنا كده مثلا وهعمل سكادجولينج للبروسيس الثالثه، تمام، اللي هي 4 سايكلز، تمام، اللي هي 4 سايكلز. فانا لو عملت ادي سايكل 2 3 وهعدي الافيلبل تايم بتاعي، فانا لازم اتشيك على الحته دي، تمام. ففي الابديت تايم دياجرام هنا كده انا بعرف كاونتر وبديله بدايه التايم كلوك اللي انت واقف فيها، تمام، وبلوب كل مره اقصاين المكان اللي بيشار عليه الكاونتر ده في التايم دياجرام، تمام، رقم البروسيس اللي اي بلس 1. طبعا البروسيس الاولى مخزنه في صفر فبتبقى اي بلس 1، تمام. بعد كده بزود الكاونتر، بقف فين؟ بقف عند التايم كلوك زائد البروسيس
execution time تمام، وكمان لازم ما عديش التايم دياجرام لينث تمام. لو الكاونتر عدى التايم دياجرام لينث بالتالي مش هيدخل في الوايل لوب دي فهيطلع تمام. بعد كده الشود سكادجول دي بتاخد رقم البروسيس تمام، وبتاخد الاري اللي فيها بروسيسز كلها والتايم كلوك اللي انا واقف عنده، وبتشوف اذا كنت انا هعمل سكادجولنج للبروسيس دي ولا لا تمام. فهنا كده هنا كده بشوف انا هنا كده في حالتين تمام، حالتين يخلوني ما اعملش سكادجولنج للبروسيس دي. اول حاله ان انا اكون عملت لها سكادجولنج اصلا في البيريود الحاليه، فتكون البيريود ستارت بتاعتها اكبر من التايم كلوك اللي انا واقف عنده. انا واقف عند الكلوك 5 وهي البيريود ستارت بتاعتها اللي هي المفروض هبدا اعمل سكادجولنج ليها المره الجايه تمام 10، فهي خلاص هي عملت سكادجولنج في البيريود دي، فريتيرن فولس معناه ان انا دي مش هينفع اعمل لها سكادجولنج، انا عملت لها سكادجولنج قبل كده تمام. الحاله الثانيه ان انا اكون ان البروسيس دي يكون في بروسيس ثانيه الديدلاين بتاعها اقرب، فانا ببدا اعدي على البروسيسز كلها تمام، وفي كل مره بتشيك، خلينا نشوف التشيك ده في الاول، بتشيك ان الديدلاين بتاع البروسيس اللي انا بعدي عليها دي يكون اصغر من البروسيس اللي انا بسال هنفع اعمل لها سكادجولنج ولا لا. فلو هو الديدلاين بتاع البروسيس اللي انا بعدي عليها دي اصغر من الديدلاين بتاع البروسيس اللي انا بسال اعمل لها سكادجولنج ولا لا، هرجع فولس تمام. بس برضه لازم قبل ما اعمل التشيك ده اعمل التشيك ان البروسيس اللي انا بعدي عليها دلوقتي دي تكون لسه ما اتعملهاش سكادجولنج، بمعنى ان يكون البيريود ستارت بتاعها اصغر منها ويساوي التايم كلوك. لو اكبر من التايم كلوك يبقى انا عملت لها سكادجولنج تمام، فانا مش عاوز اعمل لها تشيك اصلا تمام. في حاجه انا كده انا ظهرت في الديباجنج يعني، بس انا نسيت اغيرها في السودو كود، ان انت لو هنا كده مثلا جيت في مره تمام وهو مش المفروض يعمل سكادجولنج لاي حاجه، زي مثلا الحته دي في جزء هنا كده هتلاقيه مش عامل سكادجولنج لاي حاجه، كلهم هتلاقيهم تحت اللي هي دي عند 19. دي بتحصل لما يكونوا كلهم حصل لهم سكادجولنج تمام، والبيريود ستارت بتاع كل البروسيسز لسه ما جاش تمام. فانت هنا كده لما تكونتينيو تمام تشيك هنا قصدي في الفور لوب دي، انت الفور لوب دي مش هتطلع منها وتيجي هنا كده تمام. لو حطينا هنا كده 10 مثلا تمام، مش هتيجي هنا كده الا لو هو عدى على البروسيسز دي كلها وما عملش ولا واحده منهم سكادجول، لان هو لو عمل واحده منهم سكادجول هيكونتينيو فيرجع للوايل لوب هنا كده فيبدا من جديد. فانت هنا كده تحط هنا كده تتشيك، لو انت وصلت هنا كده مش هتتشيك على حاجه، لو وصلت هنا كده فده معناه ان هو ما عملش كونتينيو تمام. فهنا كده تبدا تحط مثلا سالب واحد في الاري دي انديكيت ان انت مش هتعمل سكادجولنج لاي بروسيس تمام. فهتقول هنا كده مثلا بالنسبه للتايم دياجرام تمام، في المكان اللي بيشاور عليه التايم كلوك تمام، هتحط فيه سي مثلا سالب واحد، وده انديكيشن ان هو مش هيعمل سكادجولنج لاي حاجه. وطبعا ما ننساش نابديت التايم كلوك علشان يبدا يتشيك في الكلوك اللي بعدها تمام. فده التغيير الوحيد ده ظهر في الديباجنج تمام ونسيت اعمله. ممكن نجرب، انا عملت امبلمنتيشن للالجوريزم ده بالجافا سكريبت، انت ممكن تعمله باي حاجه وان شاء الله يشتغل معاك. فمثلا بالنسبه لل نفس البتاع ده ونفس الاكزامبل ده تمام، هنرنه هنا كده اي دي اف سكيدجولر تمام، فهيرجع لك الاري دي التايم دياجرام تمام. فلو عملنا كده هتلاقيه هنا كده هو عمل البروسيس الثانيه في اول 2 سايكلز، بعد كده خد البروسيس الاولى اهي، بعد كده خد البروسيس الثالثه لمده 4 سايكلز اللي الاكسكيوشن تايم بتاعها، بعد كده ياخد البروسيس الثانيه اهي، بعدين البروسيس الاولى، بعدين ينزل على الثانيه اهي، وهكذا تمام. فده السكادجولر، اتمنى اكون فدت باي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.